ربنا سبحانه وتعالى يجزيهم خير الجزاء، ولعلنا نستفيد مما سمعنا من الوصايا النافعة اللي ركزوا عليها. شيخ مزمل من الأول نبع على الإخلاص ومسألة الشورى والحرص على العلم وعدم التناحر بين طلاب العلم، وقول ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ومسألة المناظرات تعرض لها برضه، واحترام المتعلم للمعلم والانقياد للنصوص. وشيخ شهاب نبه تاني برضه على الإخلاص والعمل بالعلم والحفظ، والشيخ أحمد ذكر لنا 6 مسائل أو 5: الدعاء والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعفو والصفح والخوف على إخوانه. دي مسائل إخواننا، نسأل ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بها، وفوائد قيمة جدا. وقد أزيد عليها 2 أو 3: الأولى وهي تعليق على ما يحدث أحيانا من المفسدين، الناس الدارين يفسدوا عليك ما أنت فيه من نعمة العلم والدعوة، وليس لنا غيرها. اجتماع الإخوة اللي تكلم عنه الشيخ أحمد، أسباب الاجتماع وعدم الفرقة، هذا الاجتماع ليس اجتماعا سياسيا، ولا حظ لنا في السياسة ولا معرفة لنا بها ولا رغبة فيها. والحمد لله السلفيون منذ قديم الزمان، من زمن الأئمة رضي الله عنهم والعلماء السلف الأوائل، ليس لهم غرض في سياسة ولا بغية في سياسة، وكذلك ليس لهم بغية في المال. فأفقر الناس على وجه الأرض السلفيون، أفقر الناس، ومن قديم مش الليلة، من زمان هم أفقر الناس، وهم أبعد الناس عن السياسة وعن الدنيا. إنما حظهم من متعة هذه الدنيا ما يجدوه من لذة العلم والعبادة والدعوة والصبر على ذلك، هذا حظهم من هذه الدنيا، وأنعم بها من نعمة عظيمة. عشان كده الشيخ أحمد لما يتكلم عن نعمة الاجتماع، ومزمل لما يتكلم عن مسألة الشورى والتشاور بين الإخوة، فلا يفهم أحد أن الغرض من ذلك التكثر والزيادة وجمع الناس وحشد القاعدة الجماهيرية، لا عندنا رغبة فيها أصلا، وليس لنا قاعدة حتى لو عندنا فيها رغبة. هذا المنهج الذي ندعو إليه ومرت التجارب على وجه تاريخ البشرية، أن أنصار هذا المنهج هم قلة الناس. يعني الزول الدار لدنيا ذاته، نكلمك النصيحة، الدار لدنيا ودار لناس كتار، بالدرب ده ما بجيبون، أنا أوريك بالدرب ده ما بجيبون، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أنت بتدعو إلى الإيمان، أعرف أنصار قلة. ربنا قال: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ولذلك كل صاحب دعوة دنيوية سبيله إليها إرضاء الناس، ولا في سبيل ثاني؟ لا بد ترضي الناس، والناس لا يرضون إلا بالباطل. دار ترضي ناس كتار إلا بالباطل، أما بالحق ربنا قال: لقد جاءكم بالحق وأكثركم للحق كارهون. فعشان كده أنت أفهم القواعد اللي بيتكلم عنها المشايخ ذيل من الاجتماع والألفة بين الإخوة وعدم الفرقة وكذا، كل المقصود بها أن يجتمع الناس على هذا العلم وعلى هذه الدعوة لا غير. ولو كان عندك أي أغراض ثانية أنت
دار تحققها من داخل المنهج السلفي، امرك ساشين عيناتك وفوت اكسب زمنك. نحن ما عندنا شغله بكلام زي ده اطلاقا. ولا تتوقع يوم من الايام حنين ندعوك الى سياسه. وليس هذا الكلام كلام مرحله، انتبه، هذا مو كلام مرحله. وان اردت دليلا فارجع الى التاريخ. احنا ما حنقدر نبرهن لك، لانه ممكن تقول لي في ناس جباركم دعوا بنفس هذه الدعوه وبداوا بالتوحيد والسنه وحاربوا البدعه وما ان ظهر لهم اتباع وتكاثرت جماعتهم الا وانخرطوا في باب السياسه. فانا اقول لك ديل اما لجهلهم او لتفريطهم او لسوء نيتهم من الاول ولذلك انفلتوا. اما السلفيون بحق فهم ابعد الناس عن الاغراض الدنيويه. ارجع التاريخ، اقرا عن احمد بن حنبل رحمه الله، اقرا عن الشافعي، اقرا عن الامام ابي حنيفه، اقرا عن الامام مالك، اقرا عن غيره، اقرا عن البخاري، اقرا عن سادات السلف. ما كان عندهم هذه الاغراض. ولكن الليله من اظهروا الشعارات شعار الدين، وبعد ذاك فتره دخلوا في السياسه وعملوا مشاكل. على اي حال انا ما اقدر اطول بالناس. الموبايلات يا اخوانا الفاتحه دي ما تقفلوها. طيب المساله الاولى وهي تعليق على من قد يدخل في اوساط السلفيين وهو صاحب غرض او مدسوس ليحقق هدف او عنده غايه معينه او هو زول مختلط في نفسه ومضطرب ومتزعزع في ذاته ودار يفسد بين الناس. لا يكن حرصك اكثر على معرفة من هو معك أم من هو من غيرك، إنما الواجب أن يكون حرصك على تصفية المنهج السلفي. لو نظفت المنهج ظهر الخلل، تنظف المنهج ده بس. بعد ذاك أي زول فيه خلل بيظهر براو. الجلابية لو كانت وسخانة لو فيها بقع بتاع الزيت جوا ما بتشوفها. انت لو قدرت تشوف بقع الزيت غسل الجلابيه. اول ما غسلتها الوسخ طلع منها، ظهرت لك في بقعتين بتاع الزيت بهنا وبهنا. اذا حرصت على المنهج علما وعملا وتطبيقا ظهر لك المخالفين والمخالفون. طوال بصر. دي مسألة أولى. المسألة الثانية يا إخواننا من المهمات المحافظة على الوقت. أنت طالب علم وعندك في الدنيا دي مسؤوليات، عندك أسرة منتظراك إن كانت أسرة الكبيرة أو الأسرة الصغيرة، وعندك عمل يحتاج إلى وقت، وعندك واجبات اجتماعية أنت مرتبط بها في حياتك من المناسبات الأفراح كانت أو الأحزان، ومع ذا عندك وقت للعلم وعندك وقت لعبادتك لنفسك وعندك وقت إلى الدعوة. أنت لو ما بتحافظ على زمنك وعلى وقتك وبتضيع زمنك في سفاسف الأمور، أنت ما حتقدر تنجز كل واجباتك، ما حتقدر. وحيظهر الخلل إما على أسرتك، لأنه الليلة الواحد تلقاه منشغل جاي من محاضرة وماشيين لمحاضرة ودعوة وسفرة والمعهد وعندنا امتحان وعندنا شنو، مشغول يضيع حق زوجته في البيت. بعد ذاك تدور الشكل هناك والمال تلين فيه تجر بغادي، يبقى الدعوة ما في، يبقى شغال يا المرأة يا الدعوة، لأنه ما قادر ينظم الحكاية. وفي نفس الوقت قد يظهر تظهر عليك امور ثانيه. انت زمان زمنك الكتة زي ما قال الشيخ احمد دي ما في كده
انت الوقت ده كنت بتزور ارحامك وبتمشي لعمتك دي كل 6 شهور بتزورها ولا شهرين، والمناسبات بتمشي، ولو في بكى بتمشي تحضر الجنازه معاهم كده. قالوا بقول لك مين ما سوى الدين دي؟ بقى اهله ما بيجون تاني. فيعتبروا السبب من الدين، والسبب ما من الدين. السبب منك انت. نظم وقتك يا اخي. لو ما نظمت تقدر تنجز حاجات كثيره. وتنظيم الوقت يحتاج الى ضغط على النفس. زمان انت زمنك راجل، يعني بتجي بعد ما فطرت بيكون عندك برنامج العصير براو، وتاني بعديه في قهوه، وبعديه في شيريا عشان تظبط بالمزاج كويس، والشاي يقول لك ده بعد نص ساعه بنقعد له، بيخلي في كراهه تحت الشجره ساعتين فطور وشاي ساعتين. يا ناس ما بيجي كده، لابد من الضغط على النفس. اضغط زمن الوجبات، اضغط في البرامج ما عندها معنى يا اخي. اضغط الزمن، خلي يكون عندك وقت لعبادتك ووقت الى تحصيل واجباتك الثانيه. طيب صلوا نص وخمسه و7 دقائق. طيب ثالثا الشيخ محمد امان قال كلمه جميله، الزمن ما بقضينا نشرحها كلها، لكن خذها في بالك. هذا الدين لا ينتصر الا بداعية شجاع في تبليغ الحق، وبناس شجعان في قبول الحق. الاثنين دين. انت عشان تقول الحق داير شجاعة، والزول اللي بيقبل منك الحق ده داير شجاعة عشان ينصر الحق ده ذاته. لذلك لما أسلم عمر بن الخطاب كان عمره 26 سنة، وكان رجلا عظيم الجسم قويا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو يقول اللهم انصر هذا الدين بأبي جهل عمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فهدى الله إلى الإسلام عمر بعد يومين، بعد 6 أيام تقريبا من إسلام حمزة. لما دخل وطرق الباب عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في إحدى أو في أحد دور أصحابه، شوف شوف المشاهد دي عجيبة كيف. أول ما دق الباب قالوا من بالباب، واحد من الصحابة نظر جراجع قال هذا عمر متوشحا سيفه وشايل سيفه كمان، وما ما عارفين الوقت ذاك إنه ربنا هذا قبل الإسلام. فالصحابة يعني منهم من خاف من عمر، فحمزة رضي الله عنه قاعد أسلم جديد أيام 6 أو 4 أيام، قال افتحوا له الباب إن أراد خيرا وجده فينا وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. سيف الشال دبر كتله بيه. ففتح له النبي صلى الله عليه وسلم الباب، فمسكه من تلابيبه فحطه في الارض. مسكه عمر، شوف بقوته دي كلها. النبي صلى الله عليه وسلم مسكه من تلابيبه ووضعه على الارض. قال اما انا لك يا ابن الخطاب ان تسلم؟ قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فالدين يا اخوانا ده الرجل شجاع في تقديم الدين، ورجل شجاع في قبول الدين. ابو بكر الصديق لما حكى لنا قبل شوية الشيخ أحمد القصة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، ما من أحد من الصحابة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام إلا وتلكى، إلا أبو بكر الصديق. ودي صفة يا إخواننا ما تلقاه إلا في زول قاطع، زول شجاع قاطع. تقول لك كلام، أقول لك كلامك ده صح. أصل لو نظمت لك في جامع في التوحيد وريت الناس حق الله، وريتهم الشرك يبعدوا منه، ما بينصرك الا زول راجل قاطع. اما الخسيس والجبان مرات واحد انت عارفين الحق لكن لابد كده داير يشوف اللي بيحصل شنو في الجامع، ده ما فيه فايده. اعرف دي النوع ده ما فيه فايده. ربنا قال الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، في ناس بيكونوا لابتين، ده ما فيه الخير.
أكان مشى معاك بيبقوا زي لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. على أي حال هذه الشجاعة يا إخواننا لكن تكون من غير تهور. وكنت أرد يا شيخ مزمل يفصل لنا في موضوع مراعاة المصالح والمفاسد، دي كانت مهمة جدا، لكن لعله الزمن ما بقضي، ممكن بعد الصلاة نلقى فيها شنو شوية كلام نخليها نعلق عليها بعدين إن شاء الله بعد الصلاة. والسلام على رسول الله. وبعد توقفنا في مسألة أن الحق ينتصر بالرجل الشجاع من غير تهور، وذكرنا قصة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما أسلم خرج على قومه فقال من أسرع الناس نشرا للأخبار؟ قال لهم ورونا أكثر زول بفك الشمار سريع. قالوا رجل يسمى جميل. فدعاه قال يا جميل أما علمت أني أسلمت؟ قالوا فما تركه أكمل عبارته. شدة ما بتاع شمار تقيل ده ما خليت يم كلمة ذاته. فانطلق يا معشر قريش لقد صبى عمر. قالوا وعمر يتبعه، ما يمر على ملأ من مجالس قريش يقول لهم صبى عمر، وعمر بوراه يقول له بل أسلمت. يقول صبى عمر يقول له بل أسلمت. فاجتمع الناس إلى عمر من قبائل قريش عند الكعبة، فصاروا يضربونه ويضربهم، بيقوا شغالين ضرب باليدين من بزوغ الضحى إلى أن كادت الشمس أن تغرب. في راجل بيقدر على شغل زي ده؟ ضرب من الصباح لحد قريب الغروب. قالوا حتى خرج عليهم العاص ابن هشام ودخلوا، قال عمر بن الخطاب قال ما تريدون من الرجل؟ قالوا نقتله. قال تفرغوا عنه، امشوا يلا يدري شوف شغلته. أتظنون أن بني عدي تاركيه لكم هيخلوا لكم يعني هيخلوكم تقتلوه؟ تفرغوا عنه. قال فتفرغوا عنه جميعا، ما في زول وقف ثاني. فبعد أن أسلم عمر وأسلم حمزة عز الإسلام وصار الإسلام علنا والناس يدخلون في الإسلام أفواجا. فيا إخوان ننظر يا إخوان لشجاعة الرجل في نصرة الحق، فالحق ينتصر برجل شجاع في قول الحق وبرجل شجاع في الدفاع عن الحق. انت احيانا بكون ما عندك علم لكن زولك ده كان نظم بتركز معه، انت بتركز معه وتلقى من الناس من اصحاب الفحولة والرجولة من ينصر الحق وقف معه تمام. لكن هذا يا اخواننا لا يعني التهور، ما انت كمان تتعامل مع الامر ده بغير مراعاة لمصالح ولا مفاسد ولا شيء. ومسألة المصالح والمفاسد الناس فيها ثلاثة كما قال أهل العلم، منهم أولا من الناس مفرطون، في ناس فرطوا في مراعاة المصالح والمفاسد تماما وتعاملوا مع الدعوة بتهور، يقولون ما يعلمون ويقولون كل كلام في كل مكان وفي أي زمان. الكلام الدار يقوله ده بقوله في أي محل بقوله وبنفس الطريقة وبنفس الأداء ويتناول أي موضوع في أي مكان. فهذا يا إخواننا يدل على عدم فهمه للمنهج، وده إنسان متهور. والمتهور كما قالت العرب لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ده زي اللي بيجيب شيء للبعير بتاعه يملاه فوق يتقل عليه، اي حاجه ده يرفعها بيرفع، عفش البيت كله يربط سرير، يجيب العنقريب بيرفعه، يجيب الزير بيربطه بهناك، كل البيت ده يشيله في البعير في يوم واحد في رحله واحده، ده يرحل بيته تشد على قريب على السراير على مشلعيب معلق فوق نزله القربه بتاعت المويه جابه. فهذا لا ارضا قطع لانه البعير ده ما بيقطع لك اي مسافه ثانيه، ولا ظهرا ابقى بعيره بينكسر. ولذلك من تهور لا ارضا قطع ما بيقدم دعوه لانه مشى الجامع قفلوه قدامه،
مش الجامعة الثانية قفلوا قدامه، ما بيقدم دعوة ولا ظهرا أبقى، هو ما بيقدر يركز على الكلام ده اللي قدامه، ما بيقدر، لأنه لما تكثر عليه المشاكل ما بيقدر يصبر، لأنه حمل نفسه ما لا تطيق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. الكلمة دي يا أخواننا والناس لابد تفهمها، هلك المتنطعون. المقصود شنو بالمتنطعين؟ المتنطع الذي كلف نفسه ما لم يكلفه الشرع. يا أخي أنت في أي حاجة، خليك من مسألة فقط الدعوة، في العلم ده أحيانا أنت بتحمل نفسك فوق طاقتها. لو داير في اليوم تحفظ قرآن وتحفظ جزء من الأحاديث وتمشي أنت بتقرأ في الجامعة، ويجي تراجع من الجامعة برضو عندك درس دار تمشي له، ويومي في درس في حتة دار تمشي، وما عدا أي جامع خشيته في الصلوات الخمسة لابد تعمل نصيحة. أنت بتقدر على كلام زي ده؟ ما حتقدر. شكل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. حيجي يوم تخليه يقول لي لا قرآن في الصباح ولا جامعة بيمشوا ليها ولا درس ولا نصيحة في الجامعة، حتخليها كلها. وبالتالي النوع الأول من الناس من فرط في مراعاة المصالح والمفاسد، فلا أبقى دعوة ولا بقي هو على هذه الدعوة، قفل الجوامع ولقطمها تماما. بس أنت أول ما تخش جامع تلقى لك ستة ورقات معلقات، أعرف زولك ده جا قبالك هنا ده، قفل الجامع تماما وقفل غيره. طيب ده جزء. الجزء الثاني هم من أفرطوا في مراعاة المصالح والمفاسد، أفرطوا بالغوا، وهؤلاء هم الحزبيون وأشكالهم وأشباههم، فاعتبروا ما ليس بمفسدة مفسدة، وحتى صاروا كأمثال الجبناء في الدعوة. الواحد منهم شدة ما أخذت لك حواجز وعقبات باسم المصالح والمفاسد لحد ما غسلوا الدعوة غسيل وكووها تماما، صارت لا نكهة فيها من توحيد ولا شيء يعرف به دين سلفي ولا غيره، غسلوها تماما. قدر ما تنضم في الدين تقول لك معلومة تتكلم في التوحيد تتكلم عن الشرك تحذر من بدعة، يقول لك لا مولانا مصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد، غسلوا الدعوة غسيل تماما. فالآن مساجدهم ما في فرق بينه وبين مساجد الصوفية، إلا ذاك خضر وده بس لونه بيجي، ده الموضوع كله. غسلوه باسم المصالح والمفاسد. فنحن يا إخواننا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، السلفي متوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نحن ننطلق في الدعوة بقوة ولكن مع مراعاة وتقدير المفاسد والمصالح، الاثنين نجمعهم مع بعض. إذا عرفنا أن المسجد الفلاني أو المنطقة الفلانية أو عموما الدعوة لنا ميثاق مع الحكومة أنه تكلموا في التوحيد وحذروا من الشرك وانشروا دعوتكم من غير ذكر أسماء، نلتزم بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما ذكره العلماء من الأدلة في رسالة كاملة للشيخ ربيع كتبها في الباب ده، اسمها ترك الواجبات من أجل تقدير المصالح والمفاسد، لعل ده العنوان أو قريب منه، كانت رد على فالح الحربي، لأنه رمى السلفيين بأنهم أفرطوا في مراعاة المصالح والمفاسد، وقال ما في مصالح ومفاسد تدوس بس. ده نظام فالح الحربي حدادي مجرم. طيب، فمن الأدلة الشيخ ربيع يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم تسامح في عدم ذكر كلمة محمد ابن رسول الله، محمد رسول الله، وتسامح أن يكتب محمد ابن عبد الله، كويس، وقالوا له اكتب باسم الله، قالوا لا، كما قال سهيل بن عمرو وكان آنذاك مع المشركين، قالوا لا، نكتب باسمك اللهم. فتسامح النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة عظيمة تعود على الإسلام
ولهذا قال أهل العلم أنه إذا كان في مش التنازل التسامح في أمر معين وترك هذا المنكر على حاله لوقت معين تقديرا للمفسدة الناتجة عنه يجوز، ما في مشكلة، مش يجوز بل يجب، بل هذا كما قال أهل العلم من أصول منهج أهل السنة والجماعة، ده ما من الفروع، من الأصول، تقدر المفاسد وتقدر المصالح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت على قواعد إبراهيم وجعلت بابا منه يدخل الناس وبابا منه يخرجون. وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما فعلوا، لماذا؟ لأنه في مفسدة حتنتج. المفسدة هي أن قريش تعظم البيت، كانوا بعظموا الكعبة، ولو النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة في ذلك الوقت لقالوا بعدما هدم عقائد آبائنا الأولين هدم بيت الله الكعبة، ولفر الناس عنه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا لهذه المفسدة رعاه، يا أخوانا رعى هذه المفسدة. وبالتالي أنا عارف وانتوا عارفين إنه في كثير من الناس رافضين التوحيد ذاته، هم مش الرافضين إنه تذكر لهم اسم الشيخ وأبوك فلان والشيخ بقبة ذاك ومنو، ده ما موضوعهم، موضوعهم الأساسي ما دارين شنو، ما دارين التوحيد ذاته، ولكن ما بيقدروا يقولوا ما دارين التوحيد. شوف الورقة المعلق في الجوامع ده كله، أي جامع معلقة في ورقة ما بيكتبوا لك ممنوع الكلام في التوحيد، صح؟ بيكتبوا شنو؟ بيقول لك لا تذكر الخلافيات ولا تذكر الطوائف ولا تذكر الأسماء، بيكتبوا كلام زي ده. فإذا كانت هذه هي الذريعة أنت هتقفل لهم الباب ده عشان ما يلقوا ذريعة يتكلموا بها. لو قالوا ما دارين توحيد الناس دي بتجيف معاك ذاته، ما بيقدر يقولوا ما دارين توحيد، ما بيقدر يقولوا ما دارين آيات وأحاديث. ممكن بعد ذاك يقصوا يعمل لك مقص ويقول لك عندنا درس يا مولانا، عندنا فاتحة كده الدين الفاتحة، يتخارجوا منك بأي موضوع تاني، لكن ما يقدر يكتبوا ورقة يعلقوها في الجامع ويقول لك ما دارين توحيد. ولذلك يا أخواننا الداعية لابد يكون حصيف وذكي وعاقل، ما تملك عدوك سلاحا ليحاربك به. أنا كثير بقول لأخواننا ما تملك الأعداء الأسلحة، يعني ما تدي سلاح حتى يحاربك به. أنت جدا تتكلم في مسجد، الإمام اللي بيصلي بهم ده قد يكون ذول صاحب بدع وضلالات، كويس، وذول حاقد وعدو، وأنت ما قدرتك معه، تقدر تنفع المسلمين اللي قاعدين. أنت بتقدر تقدم نصيحة، ده لو لقاك في الشارع ده بيسلم عليه برا في الهواء طلق ده سلام الله، ممكن ما تسلم عليه، انت زهجان منه وهو زهجان منك، انت صار له وهو صار لك. لكن انت جاي ده تقدم نصيحه في المسجد، تعال انت سلم عليه وامسك الميكروفون كلم المسلمين دي، ما هو في النهايه ده السلام عليه مثلا مصلحه ومفسده، مصلحه ومفسده. انا اقدر المصلحة العامة بتاعت النازل من موضوع الزول اللي ما مبرأ شيخ أحمد ما يقولوا ده، كويس؟ لابد، أنا مش المثال ده ضربته عشان أنت تطبقه بالنص، لكن ده مثال فيه، وأنت يكون عندك فهم. الداعي يتعامل مع المجتمع برأفة ورحمة، المجتمع ده كثير منه ناس ما دارينك، وتجي تتكلم في مسجد بكون في نفرين ولا ثلاثة، ممكن ثلاثة أنفار بس ما دارين الدعوة، والبقية دايريننا. انت الثلاثة دين ما تدون فرصة يحاربوك، اعرف كيف تخش على المجتمع ده. ولو لم تجد مجالا ان تقدم كل ما عندك فقدم بعض ما عندك. يا اخواننا ليه نحن نبقى ضيقين؟ معلش نحن نتعامل مع مجتمع، المجتمع ده ما كله دايرنا، وفي بعض المناطق فينا ناس دايرين انا، لكن في ناس سادين الباب. انا لو ما قدرت اقدم اللي عندي كله، انا كلامي اللي عندي كثير، دار اتكلم في التوحيد ووريهم ليه، والشرك ووريهم ليه، وبعد ذلك في قصائد شركيه دار اوريهم ليها، وفي كتب قاعده في السوق، وفي قبب مبنيه،
وفي مشايخ شغالين في الساحة، وفي ناس في اليوتيوب، وفي واحدين كتبوا كتب، ده كله أنا داير أشتغله. الجامع ده أنا عارف ما بقدر أشتغل ده كله. ممكن أشتغل جزء ولا ما ممكن؟ يا ناس في دول بيختلف معايا في النقطة دي؟ ممكن أشتغل جزء ولا ما ممكن؟ لو الناس ديل بس أديتهم الليلة إنه دعاء غير الله ده شرك. شرك ما بجوز. أديتهم آيات وأحاديث كويس؟ ما أديتهم تمام وما خليت مجال ولا أشوفها. حديث يا عباد الله أحبسه، جبت الحديث ورديت على الشبهة اللي فيه. حديث الأعمى جبته ورديت على الشبهة اللي فيه. حديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف مكتوب في السماء إلى غيره، جبت الأحاديث الضعيفة وتكلمت عنها ورديت الشبهة وبينتها ومركت مشيت. كده أنا أديت جزء ولا ما أديت؟ ها؟ كده مميع؟ ما مميع ولا أي حاجة. لأنه ممكن أنت يجي واحد تاني بغير طريقتك دي. كويس؟ ابدأ من الآخر. يمشي علينا ماشية كده. أنت بتبدأ حبة وبتوسع. ده جاب غادي بالباب اللي هناك. ودخل من الآخر. وقفوا مما بدا نصيحته. دقيقة. تنبذ الأولي أقيف. ما دارين كلام يا زول. لا لا ما قال الله ورضي يا زول أقيف. ما دارين. يلا. مرق. ده كده ولا مسألة الدعاء غير الله ما نقفط. المسألة الأولى ما قدرت ديها. ولذلك يا إخواننا في مراعاة المصالح والمفاسد فقه عظيم أنت تستفيد منه. نحن ما مشينا قابلنا واحد من مشايخنا إلا وصانا أول وصية دي. بعد الوصية بالتقوى والإخلاص وكذا دي. ليه؟ لأنه مجتمعنا إحنا يا إخواننا لسه مجتمع مليان مليان ملي بالعقائد الخربانه ومليان باعداء هذه الدعوه، الناس اللي بيكيدوا لك من برا والناس اللي بيكيدوا لك من جوا. فخليكم يا اخواننا واعيين في المسائل دي وقدروها احسن تقدير وراعوها احسن مراعاه. ما في زول قال لك خلي التوحيد، وكان انت خليت التوحيد ما كنافع. انا اكلمك النصيحه، لو انت خليت التوحيد ما فيك فائده ثانيه. ولو قدمت للناس ما قدمت لا خير فيك ولا في دعوتك. لكن هذا التوحيد يقدم في قالب تراعي فيه المفسدة والمصلحة، وما تفتح باب لذول مجرم شان يجي يعطلك. ومع هذا كله انت حتلاقي صنوف من الناس برضو بعدوك. طيب آخر حاجة أعلق عليها ودي أضاف لنا الشيخ أحمد، وهي مسألة تناقل الأخبار. ودي من الأشياء أخوانا اللي بتفسد تناقل الأخبار بين الناس. زول بيجي بيقول لك كلام يقول لك فلان ده قال عنك. الباب ده أكفر. اسمع كلامي، الباب ده أكفر. ونحن التقينا بواحد من ناس الدنيا ساي، ما هو عالم شرعي ولا كذا، لكن ذول نحسبه في دين وذول قيم، ذول عامي التقينا به في عمل دنيوي. الذول ده انت لو جبت لك كلام عن ذول، دقيت له تليفون الو يا عم فلان والله في ذول قال كذا ولا كذا، كويس، بقول لك خليك معي في المكالمه. طوالب التليفون بيدخل الذول ده في المكالمه معاك. أول ما دخلتوا الاثنين قالوا يا فلان معايا الآن فلان على الاتصال، برجع لك أنت كده عليك الله يقول لي كلامك اللي قلته قبل شوية. أنت بعد ده كلامك كان قلته زي جميل داك بسمعك، وكان أنت غيرت فيه مما تبدأ تغير في كلامك. زول ده بيعرف أنك أنت شنو؟ أنت زول فتنة، وبالطريقه دي قبض ناس كتار جدا طوالي بقبضك. عشان كده سبحان الله الزول ده في عمله نحسبه موفق جدا، موفق جدا، وما يقول لك الزول ده ما بينفع معاي الا وبجد تمشي تعدي زمن تلقى بجد ما بينفع. وقد يكون بينفع في مجالات ثانيه، قد يصلح في مجالات ثانيه، لكن في مجاله ده ما صلح معه. على اي حال أنا ما دايرك تعمل ده نموذج،
نحن نموذجنا قاعد في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تناقل الأخبار ده بيجيب مشاكل، بيجيب مشاكل. إمتى تحرى الحق وين وتحرى الصواب؟ والسلف قالوا من نقل إليك نقل عنك. الزول اللي بيجي يجيب لك كلام ده مما يقول لك فلان ده قال فيك، أعرف حيعمل شنو؟ حيشيل منك يودي لذاك طوال، بشيل وبودي لذاك. ولذلك كن مستمعا جيدا، استمع. زول قال لك والله فلان ده قال وفلان ده قال، وتلقى متحمس مرات. أنا والله يدق علي زول ربع ساعة وقال وقال. من الجماعة زمان بتاعين فتن، الحمد لله السيرة جات ارتحنا منها نحن، لكن يدق عليك وفلان داك وفلان داك قال وفلان داك قال. بكون مستمع جيد، بسمع بسمع كلام. انتهيت؟ بقول خلاص أنا برجع لفلان ده. أنت عارف برجع لفلان دي بتحبط إحباط شديد، خلاص أنا برجع عليه عشان انت تقفل الباب ده، ما تبقى انت ولعوبه. ده بيجي بنقول لك كلام ويفسد بينك وبين اخوك. يا اخي بعدين فليكن ما بينك وبين اخيك من التواصل المنهجي والموده العقديه اقوى من كلام ينقل. ليه ما يكون جوا مصلب تمام يا اخي؟ ليه؟ ما يجي يقول لك فلان ده قال وكده، قول له خليه يقول، خليه يقول، ما تبقى زي الخفيف. بل حتى ولو أخطأ وقال، ما تبقى زي السلف يا أخي، عندهم ذكر الجميل. أذكر له جميل الزمان يا أخي، عشان كده قالوا لقمان الحكيم قال لابنه إذا أردت أن تخاوي أحدا فغاضبه، فإن ذكر لك جميلك فهو أخوك وإلا فلا. الزول أول ما شافه غلط مع عديل الغلط الواحد ده، أكان يتذكر لك جميلك القديم ده زولك؟ وكان الزول مما قال لك أيوة معناه أنا مغشوش فيك من زمان. يا أخ معقول مغشوش 8 سنة؟ أنا مغشوش فيك من زمان. وده طبعا نسوان، ده في الغالب طبعا الحريم. أنت عارف الحريم المرأة بتكون أنت عايش معاه لك 17 سنة، معرسة لك 17 سنة ولسه بتدي فيك اختبارات، دارت عارفك أنت عندك ولاء ليه ولا ما عندك؟ يا مرأة 17 سنة دارت تختبريني؟ أنا صابر معك 17 سنة دارت تختبريني الليلة؟ فالنوعية زي دي أقفلون الباب يا أخي. سيدة عائشة رضي الله عنها لما قالوا لها حسان قال كذا وكذا، قلت لهم أليس هو القائل فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء؟ قلت لهم ما هو قال كذا عفوت عنه. أذكر الجميل يا أخي لأخوك، ما تفتح باب للشيطان أنه يدخل، وحافظ على مودتك مع أخيك كويس. وشفت التناقلات دي بتضر الناس، بتضر الناس، تدخل الكلام وزول يشحنك. يا أخي واحد من أخواننا أنا ما درس كل اسمه، زول كان انا بالنسبه لي شخصيا، غير كون زول اخو في الدعوه لنا كلنا، انا كان زول عزيز علي جدا ومن اول الناس اللي بيناتنا اخوه في الله قديم، زاملنا في جامعه وفي غيره سنوات. لما في واحد ثاني وسواس خناس، شفت الوسواس الخناس؟ بس شحنوا كده، شحنوا لا عنده خلاف معانا في آية ولا حديث، والله الذي لا إله غيره لا خلاف معانا في آية ولا في حديث. في النهاية لما قعدت معاه وجا اعترف لي الوسواس الخناس، اعترف بلسانه قال لي أنا مليت الزول ذاك وعافي لي كده، عافي لي أنا مليت الزول ذاك عنك وقلت لك كلام ما صح، وده قرد عليه وعلى كده صباه على كده خلاص. قدري ما تكلمت معاه وتكلم معاه غيري ما تصلحت لليلة، ولا أظن لا تصلح تاني.
عشان كده يا اخواننا احذروا من المقالات اللي بتنقل. يا اخي في كلام والله مرات بيكون حق، بيكون حق وزول قالوا في زول. يا اخي اكتموا يا اخي، انت مصلحتك شنو؟ اكتموا. انت قال اي كلام بتعرف بيتقال؟ والله صدورنا دي جوا فيها كلام قالوا ناس لو فرتقناه يلخبط الوطن كله. ساكتين ولا بنا. يا اخي نحن خليك من ده، مشايخ الحزبين دين زمن نحن معاهم، كنا اقرب طلابهم كلهم، ابدا منا الازهري ليه فتحاب وامشي كده ليه بغادي هناك كلهم، وما جلسنا مع واحد كلهم ما جلسنا مع واحد الا غمز له ثلاثة أربعة من ديلك كلهم. ولو شئت لسميت وذكرت الأحداث والمقالات بنصها كبير مع صغير ودمعة. والله ما نقلنا لواحد كلام الثاني فيه كلهم لليلة دي، ولا طلعنا في الشريط ولا زعناه برا نهائي. يا اخي امسك معلومه مالك يا اخي، بتضرك؟ كان قبطها في بطنك دي جوا بالشرطه بتسوي لك شنو يا اخي؟ لما عندك يا ما تنقل الفساد، ما تنقل الفساد بين الناس، ما تنقل الشر. تدار شنو في النهايه؟ ده قال وفلان ذاك اليوم ذاك تتكلم وصر ليك يا اخي. واحد من اخواننا هسه قاعد هنا، فؤاد كان بحرش زمان، جانا مرضان كان بحرش بيقول ما تحضر الدرس بتاع فلان ذاك وكده، وده بيقول كده وبيقول كده وكده في النهايه، وصحيح ما بيحضر الدرس، كان صحيح ما بيحضر لحد ما ذاك انقرع فات. الله ريحنا منه فات. زولنا ده جا راجع قال لي والله الشغلانه دي كانت كلها من الزول ده. يا ناس في داعي، في داعي ليه ده؟ فعشان كده الشيخ احمد ده نبهنا على مساله مهمه، ما تنقل كلام ساي ولا تخليك همك في قالوا وقلنا فلان ده قال لي فلان ده قال لي وحكايات وقوالة دي شغل الحريم. اهتموا يا اخواننا بزمانكم في الدعوه، وارأفوا باخوانكم، ارأفوا باخوانكم يا اخي، واعطف عليه زي ما انت بتعطف على اولادك واشفق عليه. والله مرات تقول لك كلمه خليك من ده الاخبار بين الناس. والله انا في امور في تخص في الدعوه دي، في اشياء قد تكون فيها ضغط على الدعوه، اخبار معينه امور محدده كده بتكون فيها ضغط على الدعوه. والله يا اخواننا ما بكلمهم بها نهائي، بكون ساكت بس ما كده في بطني. مرات بسنقر كده الليل ده كله، شفت للصبح بكون مسنقر ما قادر انوم لامور معينه. اقرب الناس لي ما بحكي لهم ليه؟ يا اخي قال لا مشي لاخوك دهم يا اخي، ما تقطع قلبه يا اخي، خلي الامور تمشي على كده. في النهايه كان جاته من غيرك التجي، لكن انت ما تغلغل الناس، اظهر قدامهم بمظهر كويس وانت بتضحك ومبسوط، وقد تكون في فتنه وكبه كبيره جدا تاذيك انت في نفسك ولا في شخص واحد من اخوانك، وممكن تألم الناس الثانيين. خليهم يعيشوا حياتهم يا اخي، مالك؟ خليه يعيش حياته مرتاح، ارفق به وارعف به وما تكلمه باي حاجه. بعد ذاك اللي قدام ممكن يجي يلومك ويقول لك ليه ما وريتني؟ ما وريتك لمصلحتك. عشان كده قالوا من الحكم اللي ربنا اخفى بها الغيب عن بني ادم، اخفى بها الغيب عن بني ادم انه يعيشوا حياته. ربنا لو كشف الغيب للناس ادعيش منه؟ عليك الله لو كلموك قالوا لك بعد 7 سنة امك بتموت، بعد 7 سنة انت الليله ما بتقدر تاكل، صح ولا ما صح؟ لو قالوا لك انت حتموت بعد 12 سنه من الليله دي خلاص، لا اكل لا شراب لا عيشه مع الناس. وممكن انت تكون في الحقيقه ميت بعد 12 يوم، ميت بعد 12 يوم، لكن ربنا اخفى الغيب عن الناس لحكم بالغه يا اخي، عشان الناس تعيش حياتها وتعيش فرحانه ومبسوطه. واحد تلقاه ماشي جايب له هدايا وماشي لاولاده وقاعد معاه وفرحان، وحيموت بكره واولاده مبسوطين وناموا بمزاج وصحوا شربوا الشاي وكده ومارقين، بعد شويه يقولون ابوكم في المستشفى عشان ابوكم مات. ربنا اخفى المسائل دي لحكم. يا اخي اخفي عن اخوانك الكلام اللي بيسوءهم في دينهم او في دنياهم او في اشخاصهم، اخفي عنهم. انت لو اتباليت بالكلام ده اكتمه في بطنك يا اخي، اكله على كده، مشي الامور يا اخي مشيها. والله انا اعلم في كثير من الناس يكونوا ماشيين في نص اخواننا زمن، وانا اعرف عنهم اشياء
وحسب ظني وغالب ظني انه حيفر يوم من الايام ويلحق باخوانه من المرضانين. والله ما اتكلم ثلاثة ست سنوات مرات ما اتكلم اقول كلمة واحدة لحد ما الزول يفوت. يفوت براه يكسب زمنه. بعد ذاك يجي في بالي ده زولي. ده زولي فات براو. يا اخي املك بطنك دي يا اخي ما بتنشق ولا بتنشرط. احفظ واكتم في قلبك ما يؤذي الناس. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. عشان كده شيخ سليمان رحيم حفظه الله تعالى تكلم عن المساله دي قال: باب العلم بيختلف من باب البيان. علم باب العلم واسع واسع. تعرف المعلومه دي وتعرف دي وتعرف دي وتعرف دي وتلقط الاخبار، لكن ليس كل ما يعلم يقال. باب البيان ده براو. تعرف الاشياء كلها لكن ما تقول كل الاشياء. المهم انا طولتها وما كنت اقدر اطول كده، ومن عاتبه لخبط الكلام كده فتحملوني.